جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته شيء آخر فما الحكم؟ الإخلاص لا يكون فيها نية لغير الله، لا يكون فيها شرك أكبر ولا أصغر، بل تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وإذا نوى معها رياء أو سمعة فإنها تبطل، أو نوى معها شركا بالله عز وجل فإنها تبطل، لأن الشرك يبطل العمل. فإن كان شركا أكبر فهو يبطل جميع الأعمال، وإن كان شركا أصغر كالرياء والسمعة فإنه يبطل العمل الذي خالطه. فعلى المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن جميع المقاصد. لكن إذا قصد مع نيته لله أمرا مباحا مما ينفعه فهذا لا يعتبر من الشرك، يعتبر من الاستعانة بما أحل الله عز وجل. كمن وصل رحمه يريد التقرب إلى الله بذلك، ويريد أن يطال في أجله وفي عمره كما في الحديث، فلا بأس بذلك، لأن هذا أمر مباح. نعم.